السلام عليكم ورحمة الله. هنبتدي خطوات مشروع سكة الحديد. أول حاجة إن احنا نعمل ألاينمنت. ألاينمنت كيتيشن تول، سمي الألاينمنت ونخليها طيب ريل. نرسم الألاينمنت حسب داتا المعطاة، وريكم بهذا الشكل كده. سكيب، نبص على الليبل. احنا عاوزين نعمل الستيشن كل 100 متر. نبص على الالاينمنت، اد ليبل، ده ودت الستيشن ليبل. هل الانكريمنت 100؟ أول حاجة عملناها الالاينمنت. ماشي، تاني حاجة هنعملها السوبر اليفيشن. كالكوليت اوديت كانت، وليكن هنخلي الكانت حوالين حافة الداخلية. ونخلي التغير 100% التنشط. ونخلي يجيب الابلايد كانت باي ماكسيمم الابل كانت ديفيشنسي. بعد كده فينيش. نبص على الابلايد كانت، ماشي، نلاقيه صغير، نلاقيه كبير اكبر من 150، يبقى هنضطر نقلل السرعة. نقلل السرعة ازاي؟ نعلم على الالاينمنت، الالاينمنت بروبرتيز، السرعة، خليها وليكن 80. نعمل ابديت للكانت، ريكالكوليت، شوف كانت الجديد كام؟ 280. انا خلينا السرعة 80، نحاول ان احنا نزود نص قطر. جيومتري اديتور، بس نخليه 350. نعيد حساب الكنت، ريكالكوليت، نشوف حسابات، نلاقي الكنت بقى أقل من 150. الكنت التاني، الكيرف التاني، برضه كبير، نحاول نزود نص قطر. جيومتري اديتور، ندوس على الاينمنت جريد فيو، نخلي 200 150. نعمل ابديت للسوبر ريفيشن.
ريكالكوليت. ناش تاني خطوة بعد كده اللي هو البروفايل لكل ستيشن من الستيشن دي. هندخل قيمة الاليفيشن، ولو في فيرتيكال كيرب هندخل طول فيرتيكال كيرب. عندنا تيست بهذا الشكل، ندخل أول حاجة الستيشن، بعد كده الاليفيشن، طبعا السيشن كل 100 100، فندخل البروفايل كل 100 عشان بعدها هتبقى 100. الديفيشن هيكون 98، مثلا عند السيشن 200 هنعمل فيرتيكال كيرف طوله 50 متر. الرقم الأولاني ديستيشن، الرقم التاني ديفيشن، الرقم التالت طول الفيرتيكال كيرف. لو دخل فيرتيكال كيرف تاني، ماشيين كده. دخلنا الداتا الخاصة بالبروفايل، نرجع للبرنامج عشان ندخل بروفايل، نعمل بروفايل، يريد بروفايل فروم فايل. الفيجن نفتح بعد كده نعمل بروفايل فيو، كريت بروفايل فيو. نغيرها مهندس، فيرتيكال جيومتري، هوريزونتال جيومتري. فيرتيكال جيومتري نغيرها، باند نغيره، عاوزينه بدل ما يعرض المسافة الأفقية يعرض الجريد، ونخليه برميل. ده بالنسبة لل للتانجنت اللي نازل،
نضيف تانجنت جريد ده بالنسبة لتنش. بالنسبة لكريست وساك كريست هنبين الجريد الأولاني والجريد التاني. ممكن نبين اللينس أول حاجة اللينس تاني حاجة الجريد الأولاني اللي هو جريد ان ونخليه بير مايل عشان يبقى في الألف وجريد التاني جريد أول. نفس الحكاية للسيك حط كيرف لينس جريد الأولاني جريد إن ندخله برمايل الجريد التاني ندخل جريد اوت برضو برمايل في كده ظبطنا البندات. البروفايل فيو لو شكل كيرف في مشكلة بالشكل ده نعمل ريفريش ندوس على ار اي اول كيرفات اللي عندي وايل اليفيشن طبعا ميل الفيرتيكال كيرف عامله في 100% نحاول نغيره بالميل. بروفايل فيو باندس دي العلامة اللي هي في الألف.
عاوز اطلع بيانات الكيرف بروفايل فيو بروبرتيز. ماشي، وأضيف بيانات الكريست كيرف. بالنسبة للساكر فأضيف بيانات الساكر. أو اديني بيانات طول البلايستيشن والاليفيشن. ده موضوع البروفايل. هنخش بعد كده في موضوع الاسمبلي. اسمبلي سنجل موجودة زي ما ده بالنسبة للاسمبلي سنجل. ميرج اند ريد، ريد سنجل. ده بالنسبة للريسنج، ده عاوزين نعمل لها اوفست. طبعا البعد ما بين السكة 6 متر. يبقى نحاول نبعدها عن السنتر لاين 1.5. ونعمل واحدة تانية ري سنجل. برضه نحركها 1.5. الاتنين اسمبلي دول هنشوف عليهم الاسمبلي المشتركة. أول حاجة هنعمل الريل. ونعمل لها كوبي على الأجزاء الأخرى.
بعد كده نعمل سليبر فرانكة ونعمل لها ميرور كده. عملنا الفرنكة نعمل بعد كده قطع التثبيت في الشكل كده. عملنا خطوة التظبيط نعمل بعد كده الأساس نفس الحكاية كده. شفينا اللي هو قطع سكة الحديد اللي هو الدبل نمسح نمسح الاتنين اسيمبل اللي شفيناهم كده. احنا عملنا قطع سكة الحديد الدبل طبعا ده كله بولي لاين لازم نحوله لازم نحوله الاسيمبل. نيجي على كريت ديزاين ريت سام اسيمبلي فروم بولي لاين اسميه ريل وان ليفت نسمي كل واحد فيهم يبقى كل واحد فيهم اسمه مميز. كل واحد فيهم هنكرر نفس الخطوة ريل تو ليفت ريل تو رايت طبعا الفرنكة نقفلها والفرنكة دي برضو نقفلها لازم يبقى الأشكال اللي بنعمل منها الأسيمبلي تبقى مغلقة. عشان نخليهم حاجة واحدة نعمل جوين جوين نعمل سب اسمبلي فرانكا كريت ديزاين كريت سب اسمبلي فروم اون لاين ونقول سليبر
ليفت دي نفس الحكاية نسوي اسمبل فروم بالباي هنقول سليبر رايت نيجي على قطاع في تظبيط ريديزاين يساوي اسمبل فروم بالباي بزلت ضغط التظبيط الأساس في ينزل رومبو لاين صاب بازل كده عملنا الاسمبلي. طبعا الاسمبلي كل واحد فيهم مش مربوط بالاسمبلي اللي هو البيز لاين ده. كل حاجة من الحاجات دي المفروض نغير نص الأصل بتاعها عشان نربطها بالأسامي. فاحنا كل واحد فيهم هندخل دي نص الأصل اللي هي النقطة دي يعني لو ضيف ده نص أصل هنا نخليها في النص عشان لما نعملها التاش يتعمل مباشرة في النص. السليبر الأوريجين بتاع هنا للبازلت الأوريجين بتاعه هنا نخليه هنا نخليهم كلهم حاجة واحدة عشان لما نربطها نربط ازاي اي واحد فيهم add to assembly هنختار يبقى كده نقطة ضفت الأسهم ونفس الحكاية هي تو أسمبلي اختار البيز لاين ده هي تو أسمبلي بالنسبة للبازلت هي تو اسمبلي بالنسبة للصاب بازلت هي تو اسمبلي هنلاقي ان كل الحاجات اللي عملناها ده اتاش او ظهرت عندنا عشان طيب نخليه وكل واحد فيهم لازم نعمل له كود اي حاجة فيهم نعمل لها كود
ندي كود بتاعها left real واحد بعد كده هنعمل لكل واحد فيهم شيب. عاوزين نعمل العضو الأولاني نختار العناصر لا بنعمل شيب عشان هتفيدنا في حساب الكميات. نعمل شيب دي كده عملنا الريل. هنعمل للفرنكة نايت شيب
طبعا عشان تخاطب البس مع الفرنكة نضطر نعملها، بس نغير فيها نشفها برضو. هاي او ده التغيير ان احنا شلنا التقاطع مع السليبر. نمسح البازلت الاولين وهنشتغل على دي، هنعمل منها صابع سمي بزلت هنعمل موديفاي اوريجين وهنضيفها للاسمبلي. ماشي، يبقى دلوقتي نقدر نعمل الشيب الخاص بالفرنك. اد شيب نعمل شيء ده صوب زد، نعمل شيء للبي نحاول نعمل الفرنكة. كده الفلانكة هتبقى مش معانا. مش معانا في حسابي كميات. نعمل لكل واحد فيهم كود.
ريل واحد طول شيب ماشي. نعمل ده كود الافت ريل اتنين واختار شيب ايد كود رايت الريل واحد اختار شيب نايت خوت رايت تري واحد هذا ماشي ده نقول ادخل بصلت لا ادخل صب كده خلصنا موضوع الاسمبلي خالص. نعمل موضوع الكوريدور بعد كده هنعمل الكوريدور نضغط على الايرمنت كريت كوريدور ريل الايرمنت ريل هاي الاسمبلي اللي احنا عملناه اوكي. نعمل الايرمنت من البداية اللي الجزء اللي عملناه الغرفة أو لحد جزء الكيرف خير بلد كورور بعد كده عشان نعمل كروس سيكشن نعمل سامبل لاين قبل الخطوة دي نعمل سيرفس لكوريدور كوريدور سيرفس اوكي نعمل سامبل لاين عشان نعمل كروس سيكشن نختار الاين نختار بقى عشان بنمور ريسورسز هيبقى ريد اللي هو كوريدور والريل ريل تلاتة اللي هو كوريدور سيرفس اوكي. نختار بقى ناخد سكشن فين باي رينج اوف ستيشن البداية اللي هو زيرو والنهاية اللي هو ستة اختار الانترفال اللي هي مية واخلي كنترول في البداية والنهاية عنده رسوم ده جيومتري بوينت عن صور بشان كريت كاريستي عمل سامبل لاين اهو عشان نبين كروس سيكشن هنعمل سيكشن فيو كريت مالتيبل فيو عاوزين نبين ال offset و elevation في ال data bandes نعطي section في اي حتة
دي الاوفست، دي البروبوست اليفيشن، دي الاكزيستنج اليفيشن. بعد كده نحسب الكميات، انالايز كومبيوت ماتيريال، هنحسب كميات الرضبان والبازلت والصب بازلت. عمل فيديو ده اللي هو الالاينمنت. هنحسب ماتيريال ليست، هنحسب الماتيريال الأولانية اللي هي البازلت، الماتيريال التانية صب بازلت، والماتيريال التالتة اللي هو الرضيب. عشان نبينها ماتيريال فوليوم تيبل، أول ماتيريال اللي هي البازلت الكميات اهي من الاريا، الفوليوم خمية الفوليوم، الكمية النهائية اللي هي التجميعية اللي هي في الاخر خالص 7200 متر مكعب. بعد كده الماتيريال الثانية اللي هي الصب بزلت، الماتيريال الأخيرة اللي هي الويل.
مثلا ده السكشن اللي عنده سوبر اليفيشن، نعمل له اكسبلود. عمل الشكل كله تفجير. مش عاوزين نلف الشكل ده كله، نعمل روتيت. مش زاوية ده، بزود سوبر الفيشن. نعمل تاني. اعمل روسيت. نعمل روتيت الزاوية اللي نحسبها من الكنت. روتيت الزاوية لتكون واحد مثلا، 1%. نبتدي نشيل نبتدي نظبط سيكشن. اللي احنا هنعمله ان احنا نخلي
نخلي الصوت بزلت افقية، نعمل لها روتيت ونرجعها لوضعها الأصلي. سالب واحد رجعت لوضعها الأصلي كده. نمد الخط ده عشان يوصل للصوب بسل اكستند. اكستند سيلكت اول اكستند سيلكت اول. ده موضوع ازاي اعدل الكروس سيكشن. لو انا بقى عندي لو انا عندي فيل سلوب او كات سلوب، هعمله بالشكل ده واوقف الخط بالميل اللي انا عاوزه، هوقفه لحد الميل المعطى ده بالنسبة للكات سلوب والفيل سلوب. كده خلص المشروع بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.